السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي واخواتي طلاب الصف الأول الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل تمارين رقم واحد على مقدمة على الأعداد المركبة. الدرس سهل وبسيط جدا 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 وبإذن الله مش هياخد معانا وقت، وبإذن الله هنجيب كل الأفكار الخاصة بالدرس. لو الدرس فهمه نص ونص خلال الشرح ده او خلال حل التمارين هتفهم كل حاجه. ما يلا بينا يلا بينا يا سيدي. بقول لي اسئله الاختيار من متعدد، اختار الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المحتاطه. قلت له حاضر، اختار اي مما ياتي يكون عددا تخيليا. انهي واحد في دول عدد تخيلي؟ قلت له بكل بساطه اي عدد في ت هو العدد التخيلي. طب ثانيه بس، انا ما كملتش كلامي، بس بعد التبسيط. يعني الباي دي عدد غير نسبي، جذر 5 ما فيهاش ت وعدد غير نسبي، جذر التربيع لسالب جذر 5. قلت له والله انا اشوفها بكام الاول، قيمتها بكام؟ السالب يطلع بت، والجذر 5 ال 5 ما لهاش جذر، تنزل زي ما هي كده، اصبح ده في ت. طب يا استاذ ما ده في ت كمان. لا، ده ت تربيع وقيمتها بكام؟ بسالب 1، كده الت اختفت. يبقى في الحل الصحيح بتاعها هيكون ده. يبقى بعد الاختصار او بعد التبسيط اللي يقعد فيه الت هو ده العدد التخيلي. ت اس 24 قاعدة عامة يا سيدي، وكمان موجودة في الكتاب المدرسي. أي عدد لما يكون الأس يقبل القسمة على الأربعة الناتج يكون واحد من غير ما تفكر. ت أس 24، ال 24 تقبل القسمة على الأربعة فوق الت، يبقى في الحالة دي الناتج هيكون واحد وما تفكرش، تمام؟ يبقى الحل هيكون واحد. أبسط صورة لعدد التخيل، حلو جدا، ركز معايا لأن الأس هنا مش هيقبل القسمة على الأربعة. بص يا سيدي، قاعدة عامة، لو أول حاجة بص على الأس، يقبل القسمة على الأربعة يبقى أنت واحد، طب ما يقبلش. بص بقى، لو كان موجب كان الأس موجب، خد اللي تحته. مين اللي تحته يقبل القسمة على الأربعة؟ ت أس 44، صح ولا لا؟ طب بين ال 44 وال 45 كام؟ واحد، يبقى هو ده اللي هتجيب قيمته، ت أس 1. ت أس 1 بكام؟ ت أس 1 بت، بس لأن الواحد كأنه مش موجود، يبقى الفرق اللي بينهم هم اللي هتجيب قيمته لما يكون ما يقبلش. يبقى أول حاجة أبص، تقبل 45؟ لا ما نقبلش، يبقى في الحالة دي أشوفها موجب، لو كانت موجب هاخد اللي تحته، يقبل ال 44، كده ال 44 اتحذفوا، يتبقى معايا واحد، يعني ت أس 1، الباقي ده هو القيمة اللي أنا عايز أجيبها. مش فاهم منك اي حاجه، تعالى طب نفهم اكتر اكتر في المساله اللي جايه. ت اس سالب 30، بص يا شباب، ت اس سالب 30، اسال نفسك اول سؤال، ال 30 تقبل؟ لا تقبل. اذا ناخد ايه؟ نعمل ايه؟ ناخد اللي قبله. قال لي لا استنى، هل ال 30 هنا قدامها سالب ولا موجب؟ هنا سالب. قال لي لو سالب تاخد اللي بعديها اللي اكبر منها. مين اللي اكبر منها؟ اقبل القسمه على الاربعه، ال 32. طب ال 32 وال 30 بينهم كام؟ بينهم 2، يبقى انا كده بجيب قيمه ت اس 2، كان ده مش موجود بجيب ت اس 2. ت اس 2 بكام؟ بسالب 1. فهمناها يا شباب؟ هتفهموا اكتر واكتر 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 واحنا بنحل اكتر واكتر واكتر. يلا بينا يلا بينا. هنا يا شباب رقم 5، وركز معايا جدا جدا في رقم 5. بص يا سيدي، بيقول لي 1 على ت اس 99. قلت له ثانيه واحده ثانيه واحده، الواحد ده عندك ت اس 199 صح؟ خلي الواحد ده ت اس عدد اكبر من 199 يقبل القسمه على الاربعه، يقبل القسمه على الاربعه. طيب يا استاذ معلش، هي دي ممكن انا ممكن اتلخبط الصراحه، انا ما مش عارف. اللي بكل بساطه طيب تركز معايا وفتح دماغك معايا. رقم 5، لما اقول لك 1 على ت اس 199 تعمل ايه؟ عارف ال 199 دي في المقام صح؟ طلعها لي فوق في البسط، تطلع بكده ت اس سالب 199، تمام؟ تمام. انا قايل لك ايه؟ ال 199 تقبل على الاربعه؟ لا ما تقبلش. قال لي في الحاله دي ده سالب ولا موجب؟ سالب. مين اكبر من 199 يقبل على الاربعه؟ ال 200، ال 200 تقبل على الاربعه. طب بين ال 199 وال 200 كام؟ واحد، يعني كاني بجيب قيمه ت اس 1، ت اس 1 بكام يا شباب؟ بت، يبقى الناتج هيكون ت. فهمناها؟ مش فاهم؟ تفهم اكتر واكتر في الامثله اللي جايه. ت اس 26، 26 تقبل قسمه على الاربعه؟ لا يا مستر ما تقبلش، دي موجب ولا سالب الاس؟ موجب، يبقى تاخد اللي تحته. مين اللي تحته يقبل قسمه على الاربعه؟ ال 24. طب بين 24 و 26 كام؟ 2، يبقى كانك بقول لك هات لي ت اس 2، كان دي كلها بقول لك هات لي ت اس 2. تمام يا شباب؟ بعد كده ال 28 تقبل قسمه على الاربعه؟ ايوه 28 تقبل القسمه على الاربعه، يعني ده زائد 1، لان اي اس يقبل القسمه على الاربعه تحت فوق الت يبقى الناتج ده بواحد. طب ثانيه واحده، ت اس 2 بكام؟ مش بسالب 1؟ ايوه زائد 1، ايوه الناتج يكون كام؟ سالب 1 زائد 1 الناتج هيكون كام؟ صفر. طيب اللي بعدها يا شباب بيقول لي 1 على ت اس 15، لسه قايل لك هنا دلوقتي، تعالى نحلها تحت. انا لسه قايل لك لما تكون في المقام طلعها في البسط بس بالسالب، يعني ت اس 15 دي هطلعها فوق اخليها ت اس سالب 15، تمام؟ زائد كام؟ ت اس 21. بص انا اعمل ايه خطوه خطوه. طب ال 15 تقبل؟ لا. طب ده سالب، خد اللي فوقه، سالب خد اللي فوقه، موجب خد اللي تحته. 2 فوق ال 15 يقبل القسمه على 4، 16. طب الفرق بينهم كام؟ ال 15 وال 16 بينهم واحد، يعني كده بقول لك هات لي ت اس 1، ما ت اس 1 بت، زائد ت اس 21 ده موجب الاس،
يبقى تاخد اللي تحته ال 20، طب ال 20 تقبل، طب بين ال 20 و21 واحد، يعني كده بقول لك هات لي تي اس 1 برضه، تي اس 1 وتي اس 1، طبعا تي زائد تي يبقى كام تي؟ 2 تي. الواحد طبعا ما نكتبوش في الاس، اكيد احنا في اولى سنه وبالنسبه لنا الحاجه دي بسيطه وسهله، يبقى كده 2 تي. هنا رقم 8 يا شباب بيقول لي ايه؟ 5 تي اس 7 زائد 4 تي اس سالب 1. قلت تعالى لي كده على جنب وانا هقول لك هتحلها ازاي. اولا 5 مالكش دعوه بيها، تي اس 7، ال7 لا تقبل القسمه على الاربعه، هل هي موجب ام سالب؟ انها موجبه، اذا انزل لتحت يا سيدي. مين تحت السبعه يقبل القسمه على الاربعه؟ الاربعه نفسها. طب الاربعه والسبعه كام؟ 3، يعني كاني بقول لك هات لي 5 تي اس 3 او 3 اس او تكعيب زائد. طب روح للي بعده، تي اس سالب 1، الاربعه مالكش دعوه بيها اهي. تي اس سالب 1 ده اس سالب ولا موجب؟ الاس هنا ايه؟ سالب. طب سالب يا استاذ ناخد اللي فوق ولا اللي تحته؟ ناخد اللي فوقه. مين اللي فوقه يقبل قسمه على الاربعه؟ الاربعه. طب بين الواحد والاربعه كام؟ 3، يعني كل بقول لك هات الاربعه تي تكعيب برضه. تعالى كده واحده واحده، التي تكعيب بسالب كام؟ بسالب تي، يبقى معاك اني بقول لك سالب 5 تي زائد. هنا روح للتانية، التي تكعيب بكام؟ بسالب تي قدام 4 يبقى سالب 4 تي. طب عندك سالب 4 تي وسالب 5 تي يبقى سالب كام؟ سالب 9 تي. يا رب تكون وصلت الفكرة يا شباب، وكده خلصنا رقم 8. تعالى اللي بعده وركز معاك كويس جدا جدا، هنا واحد، هنا تي، تي تربيع سالب 1، كده السالب 1 راح مع الواحد. طيب تي تكعيب بسالب تي، سالب ايه؟ سالب تي. طب ما عندك سالب تي راح مع تي، واحد موجب واحد سالب، اتبقى مع تي اس 4، واحنا قلنا الاس لما يكون يقبل قسم على الاربعه الناتج يكون واحد، يبقى الباقي معي واحد، يبقى الحل في الحاله دي هيكون ايه؟ هيكون واحد. يا رب تكون اتفهمت كويس جدا جدا جدا، ويلا حبايبي الغاليين نكمل حل باقي هنا يا شباب رقم 10، مساله جميله جدا جدا، بيقول لي اذا كان النون ينتمي للصاد فان تي اس 8 نون ناقص 3. بص يا سيدي اقول لك حاجه، لما تلاقي تي اس نون وهكذا تعمل ايه؟ بص على اللي قدام النون، هل يقبل قسمه على الاربعه؟ ايوه، يبقى خلاص ده كله انه مش موجود، انه مش موجود، انك بتجيب تي اس سالب 3. لو الاس العدد اللي قدام النون يقبل القسمه على الاربعه كانه مش موجود، اعتبره مش موجود. هات لي تي اس سالب 3، تي اس سالب 3. اسال نفسك سؤال، السالب 3 تقبل على الأربعة؟ لا. طب دي سالب، يبقى خد اللي فوقيها، اللي فوقيها الأربعة، يتبقى معاك تي أس 1، لأن بين التلاتة والأربعة واحد، تي أس 1 بكام؟ بتا، يبقى الناتج هيكون تي. فهمناها يا شباب؟ بكل بساطة لما يكون الأس يقبل قسمة على الأربعة اللي قدام النون كأنه مش موجود شيله. زي المثال اللي جاي ده، إذا كان النون ينتمي لصاد فإن تي أس 4 نون، قلت له الأربعة نون دي تقبل قيمة مضاعفات الأربعة شيلها كأنها مش موجودة. يبقى كده كانك بتجيب تي اس 42، كده انا كاني بجيب تي اس 2 ايه؟ 40. تمام، تي اس 42، ال 42 تقبل قسمه على الاربعه؟ لا. مين اللي تحتها؟ طب ليه انت خدت اللي تحتها ما خدتش اللي فوقيها؟ عشان دي موجب يا شباب، نركز، ما دام موجب باخد اللي تحتها. اللي تحتها ال 40، اللي تحت ال 42 40. طب السؤال بقى بين ال 40 وال 42 كام؟ 2، يبقى كاني بقول لك هات تي اس 2، يعني تي اس 42 دي كاني بقول لك هات تي اس 2. تي اس 2 بكام؟ بسالب 1، يبقى الحل هيكون سالب واحد. يا رب تكون الفكرة وصلت يا شباب وفهمنا كويس لما يكون الأس مثلا في نون. تمام تمام يلا نكمل. يلا هنا يا شباب رقم 12 بيقول لي المعكوس الجمع. معلش يا مستر فكرنا، هو ايه المعكوس الجمع ده؟ المعكوس الجمع اللي قلت لك ليه الاربعة كنت بتقول لي بغير الإشارة يبقى سالب 4. الكلام ده كنا اخدناه زمان واحنا صغيرين، دلوقتي انا عايز اعرف المعكوس الجمع للعدد المركب اللي قدامك ده هيبقى ايه؟ قال لي بص يا سيدي، المعكوس الجمعي بكل بساطه غير الاشارات او اضرب في سالب، يعني كاني بقول لك السالب ده اضربه لي في القوس ده اللي هو 4 ناقص 7 تي. تمام، هتقول لي السالب يضرب في الاربعة يبقى سالب 4. تمام، والسالب يضرب في السالب يبقى موجب 7 تي. واحد اني شاطر قال لي يا مستر من الاخر كده نغير الاشارات، يعني دي موت موجب تبقى سالب، دي سالب بقيت موجب وخلصنا. قلت له برافو عليك ممتاز جدا جدا، يبقى سالب 4 زائد 7 تي اللي هو الاختيار رقم ب. مرافق العدد بكل بساطه يا شباب المرافق غير المعكوس، المرافق غير اشاره الجزء التخيلي بس. طب ايه التخيلي؟ اللي هو فيه تي. تعال نشوف اللي فيه تي، ده اللي فيه تي. يا استاذ انا متعود ان التي تيجي في الاخر، مالكش دعوه يا سيدي، ما تشغلش بالك، مالكش دعوه، بكل بساطه غير اشاره الجزء التخيلي، ده اللي فيه تي صح؟ هو ده اللي احنا غير اشارته في المرافق، في المرافق، يبقى سالب 3 تي ومالكش دعوه بالباقي ناقص 4، يبقى سالب 3 تي ناقص 4، فين سالب 3 تي ناقص 4 اللي هو الاختيار رقم
باء. تمام يا شباب؟ يعني جات لك 3 ت ناقص 4 او 4 ناقص، لو جات لك كده 4 ناقص 3 ت مالكش دعوه غير بالجزء التخيلي اللي فيه ت، يبقى 4 زائد 3 ت، بغير اشاره الجزء التخيلي. تمام يا شباب؟ طب اللي بعده بيقول لي ايه؟ مرافق العدد ت ناقص ت تربيع هو مين؟ قلت له ثانيه واحده، انت الاول تعرف لي المقدار ده قيمته بكام، لازم ت تبسطه. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي ت مفيش مشكله فيه، ت تربيع بكام؟ بسالب واحد. طب ما سالب قدامها سالب، يبقى موجب، يبقى موجب واحد، يبقى ت زائد واحد. غير الاشاره بقى، غير الاشاره بتاعت التخيلي، التخيلي اشارته دي، يبقى في الحاله دي هغير سالب ت زائد واحد. ليه طب انا عملت كده يا استاذ؟ عشان في واحد شاطر ذكي جدا جدا جدا، يعني جينيوس، يقول لك ايه؟ طب ما دي ت ودي ت، غير يا معلم كله، يبقى دي تبقى سالب ودي تبقى موجب. قلت له يا سلام يا سلام يا ابو النباح. تمام؟ فما ينفعش يا شباب، خلي بالنا، لازم تبسط الاول، شوف ت تربيع قيمتها بكام؟ بسالب واحد، سالب واحد وقدامها سالب يبقى موجب واحد، اهو غيرت شرط الت بقت سالب ت، يبقى سالب ت زائد واحد. فين سالب ت زائد واحد؟ طبعا يا مستر مش موجوده. يجي واحد يقول لك يا مستر مش موجوده، طب يا استاذ ركز معايا، الواحد موجب والت سالب، صح؟ فين اللي فيها واحد موجب وت سالب؟ اهو الواحد موجب والت سالب، هو بدلهم بس، بيشوفك فاهم ولا ايه؟ حافظ. يعني سالب ت زائد واحد هي واحد ناقص ت، عشان تخلي بالك، هي الواحد موجب والت سالب. طب مرافق العدد سالب 8، مرافق العدد الصحيح سيبه زي ما هو، العدد الصحيح سيبه زي ما هو ما تغيروش، يبقى زي ما هو سالب 8. هنا يا شباب رقم 16 بيقول لي مرافق العدد 2 زائد ت لكل تربيع، طبعا كلنا عارفين فكرة التربيع، لو انت في اولى ثانوي ومش عارف فكرة التربيع يبقى يوم ما يعلم به غير ربنا، لازم تركز معايا في الحتة دي، ازاي نخش اولى ثانوي عشان فين فكرة التربيع دي، يبقى دي مصيبة. فركز معايا واحدة واحدة، لو قلت لك 2 زائد ت لكل تربيع، في كل التربيع كده يا دكتور؟ هتقول لي والله يا استاذ 2 زائد ت الكل تربيع، بفكها ازاي؟ بربع الاول يبقى 4، بعد كده بضرب كله في بعض، و2 في ت ب2 ت في 2 يبقى 4 ت، يبقى زائد 4 ت، بعد كده بربع الاخير ت اس 2 يعني ت تربيع، اهو تاني عشان الناس ما كانتش عارفه، بربع الاول كله في بعضه بعد كده بربع الاخير، او مربع الاول في الثاني، طبعا مربع الاول، ما الاول في الثاني في 2 مربع الاخير، براحتكم. يبقى ربع الاول اضرب كله في بعضه بعد كده ربع الاخير. تمام، حلو جدا، بس خلي بالك هنا عايز مين هو؟ مش عايز الفك، هو عايز المرافق، بس انت تفك الاول وبعد كده هتجيب المرافق. ت تربيع هنا بسالب واحد يا شباب. طب ما عندك 4 ناقص 1 3، وعندك هنا زائد 4 ت، يبقى 3 زائد 4 ت. انا عايز المرافق، المرافق يا دكتور، المرافق غير اشاره التخيلي، صح؟ التخيل اللي فيه ت اهو، غير اشارته يبقى كده موجب، يبقى موجب 4 يبقى سالب 4، يبقى 3 ناقص 4 ت اللي هو الاختيار رقم د. يا ربكم وصلت الفكره، ويلا بينا نكمل باقي الاسئله بتاعتنا. هنا يا شباب رقم 17 بيقول لي جذر 2 في جذر سالب 8. اولا اخلصني من الجذور السالبه، جذر 2 مالكش دعوه بيه، اهي في جذر سالب 8. والله يا استاذ احنا اتفقنا السالب يطلع بت، ال 8 ملهاش جذر، سيبها زي ما هي. يبقى كده بقول لك ان بقول لك جذر 8 ت، تمام؟ اضرب ضرب طبيعي، جذر 2 في جذر 8 يديك جذر 16، مع 2 في 8 ب 16 تحت الجذر. طب جذر 16 كام؟ 4، يبقى الناتج هيكون 4، وما تنساش الت بره، يبقى 4 ت، 4 ايه؟ 4 ت الرقم ج. هنا جذر نفس الفكره من كتاب المدرسه يا شباب، بيقول لي جذر سالب 18، قلت له والله السالب يطلع بت و18 ملهاش جذر، يعني كاني بتقول لي هات لي جذر 18 ت، جبنا جذر 18 ت في هنا، السالب يطلع بت وال12 ملهاش جذر، يعني نسيب ال12 كده ونقول لك يا باشا تطلع بت الايه؟ السالب. اضرب كده اولا ت في ت بت تربيع، حلو جدا، ركز معايا واحده واحده، ت في ت بت ايه؟ تربيع، وت تربيع بكام يا دكتور؟ بسالب واحد، يعني ت اختفت، يعني ده مش معايا ولا ده معايا، يبقى انت معاك الاختيار يا ده يا ده. بذكائك الخارق الناتج طالع سالب، من غير ما تعرف، من غير ما تتعب نفسك وتقول 18 في 12 بكام. سؤال بسيط جدا جدا جدا، انا قلت لك ت في ت بت تربيع وت تربيع بسالب واحد، انت عرفت الناتج هيطلع سالب، صح؟ عرفت ان الناتج هيطلع سالب، وعرفت ان الناتج ما فيهوش ت، يعني واحد في دول اللي سالب وما فيهوش ت؟ طبعا اكيد ده. طب واحد قال لي لا يا استاذ انا هضرب، انا عايز اضرب واشوف الناتج هيطلع كام. قلت له عادي، تعالى كده على جنب هنا، جذر 18 ت في جذر 12 ت، والله هتضرب لي 18 في 12، 18 في 12 يا دكتور 8 في 2 ب 16 6، ومعانا الواحد 11 1، ومعانا الواحد 2 216، كان بقول لك هات جذر 216، ت في ت بت تربيع، ت ايه؟ تربيع، ت تربيع بكام؟ بسالب واحد، بسالب ايه؟ بسالب واحد، يعني سالب جذر 216،
تمام. طب جذر ال 216 كام يا دكتور؟ هيديك 6 جذر 6. 6 جذر ايه؟ 6 جذر 6 لو عملتها بالحاسبه، 6 جذر 6 وقدامه سالب يبقى سالب 6 جذر 6. تمام. شغلت دماغك بالنباهه بتاعتك بالذكاء بتاعك، هتلاقي نفسك انت استبعدت دول الاول وبعد كده استبعدت ده لانه موجب، لان الناتج طالع سالب. تعال نشوف اللي بعديها يا شباب. بيقول لي رقم 19 جذر سالب 9 في جذر سالب 1 على 9. والله العظيم انا هشتغل طبيعي مفيش مشاكل. السالب يطلع بت اول حاجه، جذر التسعة 3 اهي، بعد كده في السالب يطلع بت، تمام السالب طلع بت، جذر الواحد على 9، جذر الواحد بواحد، جذر التسعة 3 يعني تلت. طب 3 في تلت كده اختفوا مع بعض، اختصار 3 مع ايه؟ مع 3 راحت، ت في ت بت تربيع، وت تربيع انت عارفها يا دكتور بكام؟ بسالب 1. كده الناتج هيكون سالب 1 رقم ج. بيقول لي سالب 4 ت في سالب 6 ت. والله انا هشتغل بالطريقه بتاعتي العاديه، هضرب العدد في العدد، سالب 4 في سالب 6 بموجب 24، ت في ت بت تربيع. والله يا استاذ انا عارف ان ت تربيع ايه، مربع الت بيساوي سالب 1، يعني كاني بقول لك 24 في سالب 1 يديك سالب 24. تمام يا شباب، سالب 24 الاختيار رقم ده. يلا نكمل باقي الاسئله. هنا يا شباب رقم 21 بيقول لي ايه؟ سالب 2 ت لكل تكعيب مضروبا في سالب 3 ت لكل تكعيب. حلو جدا 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 جدا. طب ما اسالك سؤال، انت لما تيجي تفك التكعيب، تعال نعملها تحت عشان الناس تبقى مصحيه معايا. سالب 2 ت لكل تكعيب، لاحظ التكعيب على القوس كله صح؟ يبقى التكعيب يتوزع على دي ويتوزع على دي. يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟ انا هفك لك دي الاول عشان افهمك بس. السالب 2 تكعيب بكام؟ بسالب 8. الت اس 3 يعني ت تكعيب. بص انا فكيت دي على كده، دي فانا فكيتها التكعيب، ما حدش يجي يقول لي التكعيب تاخده ت ويسيب لي 2، يقول لي دي فكيتها سالب 2 ت تكعيب. غلط، التكعيب متوزع على القوس كله، يعني كل اللي جوه القوس ياخد نايبه زي ما بيقول ياخد حقه. تمام، يبقى هنا سالب 2 ت تكعيب سالب 8 ت. عندك سالب 3 ت تربيع، برضو نفس الفكره يا شباب، هنا التربيع ده هياكل السالب ده، كده اصبح عندك سالب 3 ت. هفك الثاني عشان الناس تبقى فاهمه، الكل تربيع، التربيع اكل السالب، يبقى 3 تربيع ب9. بعد كده ت تربيع، هنا ت تربيع، السالب هيرجع تاني. ليه هيرجع تاني؟ تعال بس نكمل واحده واحده. انت لو كملت دي الاولى، ت تكعيب بكام؟ بسالب ت، وعندك سالب 8 يبقى موجب، طبعا موجب 8 ت. تعال كمل دي، ت تربيع بكام؟ بسالب 1 مضروب في 9 يبقى سالب 9. يعني كانك من الاخر كده، دي اللي هي الاولى دي اللي هي فكتها 8 ت مضروبه في سالب 9 يديك كام؟ 8 في 9 كلنا عارفين ان هي ب2 وايه؟ ب72، بس دي سالب، يبقى سالب 72 ت. سالب 72 ايه؟ ت اللي هو الاختيار رقم. فهمنا يا شباب؟ اهم حاجه الناس تخلي بالها من الحاجات البسيطه دي بتاعت الابتدائي بتاعت الاعدادي اللي بتضيع الدرجات بتاعتنا. هنا يا شباب جمع عادي من عمليات الجمع، هتجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. تمام، هنجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. يعني الكلام ده هتجمع الثلاثه اللي ما فيهاش ت مع الاثنين اللي ما فيهاش ت. 3 و2 كام؟ 5. عندك 2 ت وسالب 5 ت، يبقى معاك سالب 3 ت. تمام يا دكتور؟ يبقى بكل بساطه اللي ما فيهوش ت مع اللي ما فيهوش ت، واللي فيه ت مع اللي فيه ت في التجميع، يبقى 5 ناقص 3 ت الاختيار رقم ب. هنا يا شباب السؤال رقم 23 بيقول لي اذا كان س وص عددين حقيقيين وكان 2 زائد 5 ت ناقص افتح قوس 4 ناقص 2 ت بيساوي. طبعا اول ما نشوف يساوي يا شباب، دي معناها ان انت هتساوي الحقيقي مع الحقيقي وتخيله من تخيله وتجيب قيمه المجهول اللي هو س وص. هو عايز منك س زائد ص، يبقى انت لازم تعرف لي س بكام وص بكام. تعالى كده واحده واحده يا شباب نركز مع بعض. رقم 23 هتفك لي دي وتظبط مسالتك. عندك 2 زائد 5 ت زي ما هي، 2 زائد 5 ت زي ما هي، سالب في 4 بسالب 4، السالب بيسلم على الكل يا شباب، يتضرب في القوس كله عشان القوس قدامه سالب، لازم السالب يتضرب في ايه؟ في القوس كله. سالب في 4 بسالب 4، سالب في سالب بموجب 2 ت، يبقى موجب 2 ت. كل ده بيساوي يا شباب بيساوي س زائد ت ص. يلا نختصر عشان نساوي الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. عندك هنا 2 بالموجب اللي ما فيهوش ت مع اللي ما فيهوش ت، واللي فيه ت مع اللي فيه ت. 2 زائد سالب 4 يديك سالب 2 يا شباب، يبقى كده سالب 2. 5 ت و2 ت، 5 ت و2 ت كده الناتج كام؟ 7 ت. كده معانا 7 ت بيساوي س زائد الت ص. اللي فيه ت ياخد اللي فيه ت، نعمل له مقارنه، واللي ما فيهوش ت مع ما فيهوش ت. عندك السين ما فيهاش ت، يبقى من قصادها قصادها سالب 2، يبقى السين بسالب 2 اول حاجه. طب الصاد، الصاد هي اللي فيها ت، الصاد هنا ماسكه فيها ت، يبقى اللي ماسكه فيها ت هنا السبعه، يبقى السبعه هي الصاد، يبقى الصاد هنا بكام؟ بسبعه.
انا جبت قيمة سين وصاد، راح اعوض عنهم السين ب سالب 2، يبقى سالب 2 زائد الصاد ب7، الناتج هيكون كام يا شباب؟ هيكون 5. تمام. رقم 24 بيقول 12 ناقص حوالي 5 تقص 17 ناقص افتح قوس 7 ناقص جايز، وهكذا. لا يهمك ولا تفرق معاك في حاجة، بكل بساطة انت هتبسط مسألتك. طيب اول حاجة 12 مفيش مشكلة فيها، هنا ناقص ت أس 17، تعرف لي ت أس 17 بكام؟ ت أس 17 على جنب هنا يا شباب، ت أس 17 هنا الأس موجب، طبعا ما نخش القسمة على الأربعة، ناخد اللي قبله اللي هي ال 16، ال 16 تقبل بين ال 16 وال 17 واحد، يعني ت أس 1 بت، يعني كأنها هي جبت قيمة ت، بجيب قيمة ت، هنا ت مضروبة في 5، يعني دي كأنها بقت ت، كأنها بقت ت مضروبة في 5، يبقى كده 12 ناقص 5 ت، تمام؟ سالب، السالب يتضرب في 7 يديك سالب 7، السالب يضرب في السالب يديك موجب جذر سالب 81، والسالب 81 اللي هفكها دلوقتي هفكها كده، معاك 12 ناقص 5 ت ناقص 7، السالب يطلع ب ت صح؟ اتفقنا قبل كده، وجذر ال 81 9، يبقى كده زائد 9 ت. هتختصر يا دكتور يا باشمهندس مع بعض، إذا عندك هنا سالب 5 ت وموجب 9 ت كده معاك 4 ت، وعندك 12 ناقص 7 الناتج هيكون كام يا شباب؟ الناتج هيكون 5، يبقى كده موجب 5، يبقى 5 زائد 4 ت، 5 زائد 4 ت يعني واحدة يا شباب هي الاختيار رقم جي. يا رب تكون وصلت الفكرة، وضحت والناس فاهمة كويس وفاهمين الشرح كويس والشرح مبسط وسهل بإذن الله. اللهم إنا نستودعكم من قرأنا وما كتبنا وحفظنا أن تذكرنا به عند حاجاتنا إليه إن شاء الله. ويلا نكمل يا شباب، يلا بينا. هنا يا شباب رقم 25 بيقول لي 2 ناقص افتح قوس 1 ناقص 2 ت زائد 4 ناقص 5 ت ناقص، طبعا ناقص زائد، الدنيا زايد معايا. تمام مفيش مشكلة، تاخدهم واحدة واحدة، 2 مفيش مشكلة، دي رقم 25. ركز معايا يا شباب، ركز معايا يا دكتور، ركز يا باشمهندس، ركز يا دكتور، واحدة واحدة الأمور هتبقى سهلة، وهتعرف كل الأفكار، بعد كده إن شاء الله تخش الامتحان هتلاقي نفسك كل ده أنت بتدرب عليه وفاهم. 2 زي ما هي مفيهاش مشكلة، ناقص لما يكون القوس يا شباب قدامه ناقص أو قدامه سالب لازم السالب يتضرب في القوس كله، سالب في واحد بسالب واحد، أهو سالب في سالب بموجب، سالب طبعا خلاص سالب في سالب بموجب و2 ت. تمام زائد اهي 4 تمام ناقص 5 ت، ليه انا نزلت ده زي ما هو؟ عشان قدامه موجب، لما يكون قدامه موجب بينزل قوس زي ما هو. السالب هنا لازم يخش يسلم، سالب في 1 سالب 1 زائد 3 ت. يا رب كل الناس فاهمه كويس. هتيجي انت يا دكتور دلوقتي تجمع ده كله، عندك 2 ناقص 1 كده 1 كده 1 زائد 4 5، 5 ناقص 1 4 كده، ده كله الزيطه دي كلها، ده وده وده كده، الناتج عندك كام؟ 4، احنا قلنا 2 ناقص 1 1، 1 زائد 4 5، 5 ناقص 1 الناتج 4، كده انا جبت الجزء الاول 4، الحقيقه 4 التخيلي اللي فيه ت 2 ت، وعندك سالب 5 ت يبقى كده سالب 3 ت، سالب 3 ت وموجب 3 ت كده صفر، كده الناتج كله طلع في النهايه ايه؟ طلع 4، طلع ايه يا شباب؟ طلع 4 الاختيار رقم د. رقم 26 دي من الكتاب المدرسي يا شباب، بيقول لي 4 ناقص 3 ت، هنا دي يا شباب ضرب، هنا دي ايه؟ ضرب قوس في قوس، ما دام القوسين يا شباب ما فيش بينهم زائد ولا ناقص اعرف ان هم مضروبين في بعض. بص كده اللي فوق ده قوس قدامه زائد، معناها ان ده مجموع على ده، هنا في ناقص يبقى مطروحين من بعض وهكذا، يعني انت ايه لو بينهم حاجه اعرف ان ده مش ضرب، لكن لو ما فيش حاجه ما بينهم لقيت القوسين جنب بعض على طول اعرف ان دول مضروبين في بعض. دول عددين ايه؟ مترافقين. طب عرفت ازاي مترافقين؟ شبه بعض، الاشاره اللي بتاعت التخيل مختلفه، يبقى دي عددين مترافقين. بنضربهم ازاي؟ بنضرب الاول في الاول، 4 في 4 ب 16، عندك سالب في موجب بسالب، 3 في 3 ب 9، ت في ت ب ت تربيع، ت تربيع انتوا عارفه بكام؟ بسالب 1 يبقى 16، عندك سالب 1 مضروب في سالب 9 يبقى موجب 9، يبقى 16 زائد 9 يدي لك كام؟ 25، يبقى الناتج 25. هنا شباب بيقول لي اذا كان س و ص عددين حقيقيين وكان 1 زائد ت اس 4، ت اس 4 ده بواحد اول ما تشوفه، لان قلت لك ت اس عدد يقبل قسمه على 4 يديك 1، 1 زائد 1 2 يعني كان ده بقى 2، اهو من قبل ما اكمل واشوف عايز ايه. واقف مضروبا في 1 ناقص 7 ت، كل ده بيساوي س زائد، انا قلت لك في حاله التساوي يبقى اكيد فيها تساوي حقيقي مع حقيقي وتخيلي مع تخيلي، بس انت هتجيب الس وتجيب الص عشان هو عايز س زائد ص. تعالى واحده واحده نفهم. اولا قلنا ت اس 4 بواحد، 1 زائد 1 2، كده مسالتك اصبحت رقم 27، كده بقيت 2 مضروب في القوس 1 ناقص ت اس 7، تمام؟ كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي س زائد ت ص، تمام يا شباب؟ تمام. هتعمل ايه؟ والله طبعا هنا مش مظبوطه شويه، نظبطها اكتر، تمام؟ ماشي. دلوقتي ت اس 7 بكام يا شباب؟ على جنب اهي ت اس 7، 7 اس موجب، طب موجب يبقى ناخد اللي تحته،
يقبل قسم على 4، تحتها 4 يبقى معاك تهوس 3، وتهوس 3 بسالب ايه؟ بسالب 2. تمام؟ يبقى اصبح عندك 2 مضروبه في 1 ناقص سالب ت، طبعا سالب سالب هيكون ايه يا شباب؟ هيكون موجب، بيساوي س زائد ت صاد. اعملها بخطوه زياده عشان الناس تفهم. عندك 2 في، عندك هنا سالب سالب موجب، يبقى 2 مضروبه في 2 في 1 ب 2، خلاص نعملها 2. هنا سالب في سالب بموجب يبقى زائد 2 في ت يديك 2 ت، بيساوي س زائد ت صاد. تمام يا شباب؟ الحقيقي مع الحقيقي والتخيل مع التخيل. س بكام؟ س تطلع ب 2، الس ما فيهاش ت، ادي لك اللي ما فيهاش ت ل 2. طب والصاد بكام؟ الصاد هي اللي فيها الت، الصاد فيها ت، ت اللي ماسك في الصاد ت 2، يبقى الصاد هنا ب 2، الس ب 2 والصاد ب 2، تجمعهم يا شباب 2 زائد 2 يساوي 4، لان هو عايز س زائد صاد، يبقى الناتج هيكون ايه؟ 4. يا رب الناس تكون فهمتها كويس جدا جدا، ويلا نكمل باقي التمارين بتاعتنا. هنا يا شباب رقم 28 بيقول لي ايه؟ اذا كان س وص عددين حقيقيين وكان س زائد ت ص بيساوي ت اس 43 زائد 3 جذر سالب 4، فان س زائد ص يساوي كام؟ تعالى كده نفهم واحده واحده. يعني انت مطالب يا دكتور يا باشمهندسه يا استاذ ان انت تجيب ده قيمه الس وقيمه الص. طب ما احنا عندك تساوي، يبقى اكيد هتساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي، دي ما فيش مشكله فيها، روح للدي ظبطها كده. س س زائد ت ص دي ما فيش مشكله فيها، ظبط لي دي. ت اس 43، 43 لا تقبل، ناخد اللي تحتيها عشان ده موجب. ال 40 يبقى معاك ت اس 3، ت اس 3 بسالب ت، يبقى كده اصبحت دي سالب ت، ت اس 43 بسالب ت، زائد عندك السالب يطلع بت، السالب يطلع بت، جذر ال 4 2، 2 تضرب في ال 3 ب 6، يبقى الناتج 6 ت. يا استاذ معلش معلش، انت ظبط لنا كده الفكره الحل تاني عشان انا مش فاهم انت عملت ايه هنا. تعالوا يا شباب كده واحده واحده، ناخد دي على جنب، هناخدها في كلمتين كده على جنب. ت اس 43 قلنا ايه؟ 43 لا تقبل ال 4، اللي تحتها ال 40، يبقى ت اس 3، ت اس 3 بسالب ت اهي. هنا عندك سالب يطلع بت، هنا زائد مفيش مشكله، 3 السالب طلع بت. تمام؟ عندك جذر ال 4 كام؟ 2، ال 2 دي تطلع تتضرب في ال 3 هيبقى 6. تمام يا شباب؟ فاهمين الحته دي ولا لسه؟ تضرب في الثلاثه تبقى ايه؟ 6، كده الثلاثه بقت 6، يبقى سالب ت زائد 6 ت الناتج هيكون 5 ت، كده اصبح عندك سالب ت زائد ت كده معاك 5 ت، يبقى س زائد ت ص هيساوي 5 ت. الحقيقي مع الحقيقي والتخيل مع التخيل، اللي ما فيهوش ت الس اهي بتساوي كام؟ فين اللي ما فيهوش ت هنا؟ مش موجود، يبقى الس كده بصفر، بدل مش موجود يبقى بصفر. اللي ماسك في الت، اللي ماسك في الت الصاد، طب مين ماسك في الت هنا؟ الخمسة، يبقى صاد بخمسة، يبقى السين بصفر والصاد بخمسة، انت صفر زائد الصاد بخمسة، الناتج هيكون خمسة، يبقى الحل رقم ب، مفهوم يا شباب؟ طب اللي بعده رقم 29 بيقول لي إذا كان س زائد صاد ت بيساوي 1 على ت، حيث س وصاد ينتمي لحا فإن س زائد صاد، نفس الفكرة يا شباب، هو عايزك تجيب له قيمة السين وقيمة الصاد وتجمعهم. قلت له والله سهلة جدا إن شاء الله. هنا السين، طب تعالى هنا نظبط ده عشان دي مش عجباني، شكلها مش عاجبني. أنا قلت لك لما يكون التيه تحت مش بتطلع بالأس السالب؟ أيوه، تيه أس واحد تطلع بتيه أس سالب واحد. طب تيه أس سالب واحد ده الأس سالب يا أستاذ، يبقى تاخد اللي فوقه، مين اللي فوق يقبل قسمة على الأربعة؟ الأربعة. طب تمام، بين الأربعة والواحد تلاتة، يعني معناها دي تيه أس تلاتة، وتيه أس تلاتة هتيه تكعب بسالب تيه، يعني كأن دي شلناها وحطينا سالب ت، يعني مسألتك أصبحت كده س زائد ص أهي ت بتساوي، شيل دي خالص يدي لك سالب ت. الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، السين أهي اللي ما فيهوش ت هنا ما فيش موجود يبقى صفر، الصاد أهي اللي ماسكة في الت، طب هنا الت ماسك فيها كام؟ واحد. هيقول لي ما فيش يا أستاذ، أقول له غلطان، اللي ماسك في الت هنا سالب واحد، سالب والواحد ما بيتكتبش يبقى سالب واحد. كده السين بصفر والصاد بسالب واحد، كده اصبح معاك صفر زائد سالب واحد، الناتج هيكون سالب واحد اللي هو الاختيار رقم ج. يا رب يا شبابكم فكره وصلت، كل ما لينا بنزود افكار، كل فكره على فكره على فكره على فكره، تلاقي نفسك عندك بحر من الافكار ودماغك هتتفتح اكتر واكتر واكتر، وان شاء الله ما فيش مساله في اي امتحان هتفوتك وهتجيب النهايه باذن الله لو انت متابع او بتذاكر اول باول وبتحل كل التمارين وكل الافكار. تمام يا شباب، تعالى رقم 30 كده عشان ما اطولش عليكم. إذا كان 12 زائد 3 أ ت بيساوي 4 ن ناقص 27 ت، فإن أ زائد ن. قلت له عادي مفيش مشكلة يا باشمهندس، هتقول لي دي 12 زائد 3 أ ت مالهاش اختصار، آخرها كده، بتساوي 4 ن ناقص 27 ت، 4 ن ناقص 27 ت مفيهاش اختصار برضه. تيجي أنت يا دكتور هتساوي لي الحقيقي بالحقيقي، أنا يهمني الت، ماليش دعوة بالنون بالعين بالألف باللام بالميم، ماليش دعوة. أنت الحقيقي، الحقيقي هنا 12 مفيهوش ت،
من الحقيقة 4 نون، يعني 4 نون بتساوي 12. يجي واحد زي الدكتور يقول لي ده معادلة يا مستر، قلت له أيوه كده معادلة، أنت عايز النون، النون بكام؟ 12 على 4 فيها الثلاثة، كده النون بثلاثة، لأن هو عايز ألف زائد نون، كده جبت النون. روح للتخيل مع التخيلي، اللي ماسك في الت 3 ألف، يبقى 3 ألف تساوي اللي ماسك في الت 27 ولا سالب 27؟ سالب 27، ركز عشان هنا سالب. بالقسم على الثلاثة يبقى ألف بيساوي سالب 27 على الثلاثة بيساوي سالب 9، كده النون بثلاثة والألف بسالب 9، يبقى كل اللي هتعوض النون بثلاثة، يبقى هتقول لي الألف بسالب 9 زائد 3 الناتج هيكون سالب 9 زائد 3 الناتج هيكون سالب 6، يبقى الاختيار بتاعي هيكون يا شباب رقم جيم. ويلا بينا نكمل باقي الأسئلة. هنا يا شباب رقم 31 بيقول لي اذا كان س وص لديين حقيقيان، وكان 3 س ناقص 2 ص ت بيساوي 5. طبعا هنا فيها تساوي يا شباب، يبقى هتساوي حقيقي مع حقيقي وتخيلي مع تخيلي. بيقول لك هات لي ص ناقص س. حلو جدا، كل اللي عليك يا دكتور تظبط مسالتك لو في اختصارات. دي 3 س ناقص 2 ص ت ما فيهاش مشكله، 3 س ناقص 2 ص ت يا شباب ما فيهاش مشكله. المشكله بقى في الجزء ده، لازم تفك التربيع. مربع الاول هتقول لي 25، هتضرب لي كله ببعضه، 5 في سالب 2 بسالب 10، سالب 10 في 2 بسالب 20 ت، يبقى كده ايه اللي في النص معاك سالب 20 ت. هتربع الاخير، احنا قلنا مربع الاول، الاول في الثاني في 2، بعد كده هتربع الاخير، هتربع دي سالب 2 تربيع بموجب 4 ت اس 2. تمام، هل مسالتك كده اتظبطت في الاختصارات؟ لا لسه، اللي انت عندك ت اس 2 بسالب 1، ظبط نفسك اكتر واكتر. هتقول لي 3 س ناقص 2 ص ت بتساوي 25، بالزياده خطوه عليك معلش، ناقص 20 ت. هنا ت تربيع بسالب 1 مضروب في 4 يبقى سالب 4، وتختصر على كده 25 ناقص 4 الناتج يكون 21، يعني مسالتك اصبحت 3 س ناقص 2 ص ت بيساوي 21 ناقص 20 ت. تمام يا شباب، يا رب تكون الفكره وصلت كويس جدا جدا جدا، يا رب الناس يكون فاهمه، الناس تخلي بالها معايا. طيب تمام، تعالى كده واحده واحده وركز معايا. لو قلت لك الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيل، هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله ال 3 س هتساوي اللي ما فيهاش ت اللي هي 21، لان دي ما فيهاش ت ودي ما فيهاش ت، يبقى يساوي بعض، يبقى السين كده طلعت ب7، 21 على 3 يساوي 7، السايب على المربوط يديك 7، كده انا جبت قيمه السين يا استاذ ب7. طب ما تجيب لي قيمه الصاد، الصاد اللي هي ماسكه في الت، يعني قصدك تقول ان سالب 2 صاد بتساوي سالب 20، اي عشان هي ماسكه في الت، بنقسم على ايه الطرفين؟ على سالب 2، يبقى صاد تساوي سالب على سالب 2، تقسم ده على سالب 2 سالب على سالب بموجب 20 على 2 فيها طبعا ال 10. الصاد طلعت بكام يا شباب؟ طلعت ب10. معاك السين والصاد يا دكتور، تقدر تجيب لي قيمة ص ناقص س؟ ما خلاص خلصت، لو واحد في اولى ابتدائي قلت له 10 ناقص 7 هيقول لك 3، يبقى الاختيار رقم جي. هنا مجموعة حل المعادلة 9 س تربيع زائد 4، يا راجل حل معادلة ايه؟ احنا كبرنا على الحاجات دي خلاص. هتقول لي ايه؟ هنا قال لك في مجموعة الاعداد ايه؟ المركبة، لكن ما قالكش في ح. لو قال لك في ح كنت هتقول لي امبوسيبل، لان مفيش كسر تربيع للسالب هيطلع عندي دلوقتي. بص معايا، 9 س تربيع بيساوي سالب 4، هتودي سالب 4 ل 4 بعكس الاشاره، بالقسم على 9 للطرفين يبقى س تربيع هيساوي سالب 4 على 9. وخلي بالك عشان في حته مهمه جدا جدا متاكد ناس كتير هتقع فيها، باخذ الجذر التربيع للطرفين، هتاخد الجذر التربيع للطرفين، جذر تربيع لس تربيع يديك س. ركز معايا، عندك جذر التربيع لسالب 4 طبعا ايه ده سالب 4 يا استاذ، جذر اللي فوق سالب 4 يديك سالب 2 ت، على طبعا السالب يطلع بت، وجذر الاربعه 2، خلي بالك عشان ما حدش يقول لي 2 ت جت من فين. سالب لما تاخد الجذر التربيع للطرفين سالب جذره ت، وعندك 4 جذرها 2 اهو سالب، يبقى كده ايه يعني طبعا هنا السالب خلاص طلع بت، يبقى كده 2 ت بس. بعد كده جذر 9 3، هنا مفيش سالب يا شباب. طب انا ناسي حاجه؟ ما تقولوا لي، لو ناسي حاجه قولوها، في حته مهمه جدا جدا وفي ناس اكيد نوهت عليها وقالتها دلوقتي، يا مستر انت خدت الجذر التربيع المجهول يبقى يطلع موجب وسالب، موجب وسالب 2 ت على 3، يبقى موجب وسالب 2 ت على 3، 2 ت على 3، 2 ت على 3 اهي 2 ت على 3 اللي هي سالب 2 ت على 3، وموجب 2 ت على 3 اللي هي اختيار رقم ده. يا جماعه خلي بالكم، موجب وسالب يعني معناها السين هتطلع مره معاك 2 موجب 2 ت على 3 او 2 على 3 ت، هي هي يعني، والسين هتطلع معاك بسالب 2 على 3 ت.
تمام يا رب الناس تكون فهمتها كويس. هنا تعالى بيقول لي اذا كان رقم 33 اذا كان س وص على دين حقيقي، يا يعني وكان س ناقص 2 ت بيساوي 3، ماشي حقيقي يساوي حقيقي، تخيل ايه؟ فان مرافق العدد س، قلت له ما نعرف الس بكام والص بكام، بعد كده اجيب لك المرافق يا سيدي. هنا الس ب 3 اهي، يبقى 3. هنا عندك الص بكام؟ الص بسالب 2 يبقى زائد سالب 2 يبقى ناقص ايه؟ 2 ت. عايز انت دلوقتي، انت عايز المرافق مش عايز دي، انا جبت السين والص بس انا عايز المرافق، غير الشرط التخيلي، يبقى 3 زائد 2 ده. تمام يا شباب، 3 زائد 2 ده اللي هو الاختيار رقم ب. انا جبت السين والص الاول وبعد كده رحت جبت المرافق، عشان الناس ما تقولش ايه يا مستر اللي انت جبته الاول ده، ده القيمه بتاعته يعني السين والص، وكونت ايه العدد المركب، لكن بعد كده انا جبت ايه المرافق، هو عايز المرافق. تمام يا شباب، يا رب تكونوا فاهمين كويس جدا جدا جدا، ويلا بينا نكمل باقي الاسئله بتاعتنا وقربنا نخلص ان شاء الله. هنا رقم 34 يا شباب بيقول لي اذا كان س تربيع ناقص 2 س زائد 2 يساوي صفر، فان س بكام؟ قلت له والله انا هحل معادله طبيعيه عاديه بالتناس مفيش مشاكل فيها. واحد قال لي يا استاذ انا متعود انت علمتني وازاي احلها بالآلة الحاسبة من الحصه اللي فاتت، قلت له ماشي. واحد قال لي يا مستر انا احلها بالقانون العام، قلت له ماشي، بس انا عشان اختصار للوقت هنجيب الآلة الحاسبة دلوقتي ونحلها بالآلة الحاسبة بكل بساطه. وجبنا الآلة الحاسبة الجميله بتاعتنا يا شباب، وتعالى نبدا نحل بالآلة الحاسبة اختصارا للوقت. هتقول يا استاذ بكل بساطة هنا هعمل ايه؟ قلت لك هتدوس مود 5 3، هتيجي لك الشكل ده بس كده. هتقول لي الايه بكام؟ الايه معامل س تربيع ب1، س تربيع قدامها 1 1 وتدوس لي يساوي، البي اللي قدام السين سالب 2 وتدوس لي يساوي، الدي اللي هي ايه السي اللي هي الحد المطلق ب2 وتدوس لي يساوي، وتقول لي معلش يا على حسب يا جميلة قولي لي الحل كام؟ قالت لك اكس 1 يعني الجذر الاول ب1 زائد اي، الاي هنا في الآلة الحاسبة يا شباب اللي هي ت، يعني 1 زائد ت، يبقى الحل الاول 1 زائد ت، شكلك انت اللي عليك العين، تمام؟ الحل الثاني اللي 1 ناقص ت، قلت لي فين اللي فيها 1 زائد ت و1 ناقص ت اللي هي رقم كام يا شباب؟ رقم جيم، يبقى الحل بتاعها هيكون رقم هنا 35 يا شباب بيقول لي المعكوس الضرب، معلش يا استاذ هو يعني ايه معكوس ضرب؟ اصل انا مش عارف يعني ايه معكوس ضرب. معكوس ضرب يا دكتور طبعا اخذناه تقريبا في ابتدائي واعدادي، لو قلت لك 2 على 3 معكوسها الضرب تشقلبها تبقى 3 على 2، معكوس جمع بتغير الاشاره، معكوس ضرب بتشقلب، يعني انت كل اللي بتقوله كده ان انا هشقلب دي هشقلبها يعني هخليها 2 ت زائد 1 على ت بس كده؟ ايوه بس كده. ايه ده يا استاذ مش موجوده في الاختيار؟ ما استنى انت اختصرتهاش في ابسط صوره، ركز معايا يا دكتور، انت شقلبتها حلو لكن لسه ما اختصرتش 2 ت زائد 1 على ت. كنا بنعمل ايه؟ بنضرب في ت، طبعا نضرب في المرافق، سالب ت فوق وسالب ت تحت، تمام؟ اضرب ضرب طبيعي، 2 ت في سالب ت بسالب 2 ت تربيع، طبعا عندك 1 في سالب ت بسالب ت على، اضرب ت في سالب ت بسالب ت تربيع. تختصر يلا، ت تربيع بسالب 1 وقدامها سالب، يبقى هنا كده سالب 1 في سالب 2 بموجب 2، عندك ناقص ت على ت تربيع بسالب 1 وقدامها سالب، سالب في سالب بموجب في 1 يعني ده 1، اصبحت 2 ناقص ت، يبقى الحل النهائي بعد الاختصار عباره عن 2 ناقص ت. هل في 2 ناقص ت هنا؟ ايوه موجوده منوره الدنيا والله، يبقى رقم جيم. تعالى كده يا شباب خلي بالك يا شباب من نتيجه معكوس ضرب تقلبها وتلاقيها مش موجوده، يبقى لازم تختصر، بتضرب نشوف المرافق بتاع المقام وتضرب فيه فوق وتحت وتحل طبيعي وتختصر. هنا يا شباب طبعا دي رقم كام؟ رقم 35. يلا اللي بعدها رقم 36، اذا كان عين واحد هو مرافق عين اثنين، عين واحد مرافق عين اثنين، فان عين واحد ضرب عين اثنين زائد عين واحد زائد عين اثنين يدي ايه؟ عدد حقيقي عدد قلت له بص يا سيدي من الاخر كده، لما تجمع المترافقين مع بعض بيدوك عدد حقيقي، ولما تضرب المترافقين مع بعض يدولك عدد حقيقي، وحقيقي زائد حقيقي يدي حقيقي، اهو تضربهم يديك حقيقي، تجمعهم هيديك حقيقي المترافقين، طب ما حقيقي زائد حقيقي اكيد هيديك ايه؟ حقيقي، عدد ايه؟ عدد حقيقي، رب الناس تكون فاهمه كويس جدا جدا جدا. طب معلش يا استاذ معلش 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 مش. ما تدينا مثال عشان نفهم اكتر، طب تمام، لو قلت لك 3 زائد ت، المرافق بتاعها كام؟ 3 ناقص ت. طيب ما تيجي نجمعهم نضربهم الاول وبعد كده نجمعهم ونشوف يدونا عدد حقيقي ولا عدد تخيلي. تعالى اجمع اضربهم الاول، لما نضرب عددين مترافقين يا شباب الاول في الاول والثاني في الثاني على طول، 3 في 3 ب 9 موجب في سالب بسالب، ت في ت بت تربيع، تمام؟ زائد اجمعهم يلا كده 3 زائد 3 6،
ت وسالب ت راحوا مع بعض. طب تمام، طبعا هنا احنا ضربنا ت في ت بت تربيع. طب اصبح عندك ايه يا شباب؟ 9 ناقص ت تربيع بسالب 1 وقدامها سالب يبقى موجب 1، يبقى 9 زائد 1 زائد 6 الناتج هيكون 16. هل ال 16 ده حقيقي ولا تخيلي؟ طبعا حقيقي، يبقى في الحاله دي عندنا عدد حقيقي. واحد هتجيبها من البدايه، واحد ادى مثال وخيال واسع وادى مثالين وجرب عليهم لقي نفسه وصل للحل. تمام، يلا نكمل. هنا يا شباب رقم 37 بيقول كله مما يلي يعني عدد تخيلي، يعني كلهم عدد تخيلية ما عدا مين؟ قلت له اولا ده سالب تحت الجذر، ده تخيلي في ت، ت اس 19 تخيلي في ت لان 19 لا تقبل القسمة على 4، في الحالة دي هديك عدد طبعا تخيلي في ت. طب تمام، يبقى فاضل معاك دي ودي، يا ترى انهي واحدة فيهم اللي مش تخيلية؟ خلينا في السهلة دي وتعالى نفكها ونظبطها. هقول لك 2 زائد 2 ت الكل اس 4، دي تتعامل معاها ازاي يا شباب؟ لما تلاقي الاس كبير يا شباب تعمل ايه؟ قسمه لقوسين، ازاي؟ قوس صغير جوه كده جميل، 2 زائد 2 ت اس 2 الكل اس 2. ليه؟ لان 2 في 2 ب 4، بس انا كسرت ال 4 بتساوي، فك القوس الصغير اللي جوه، القوس الكبير اهو مالكش دعوه بيه، اللي عليه الاثنين اللي بره، فك اللي جوه. 2 تربيع ب 4، الاول في الثاني في 2 او اضرب كله في بعضه، 2 في 2 ت ب 4 ت، في 2 ب 8 ت، يبقى كده في النص 8 ت. رب على خير، 2 تربيع ب 4 و ت تربيع طبعا ب ت تربيع. ت تربيع هنا بسالب 1. كده سالب 1 في 4 بسالب 4، يعني دي اصبحت سالب 4. طب ما سالب 4 و4 راحوا مع بعض، اصبح عندك 8 ت الكل اس 2. طب ما 8 ت اس 2، 8 اس 2 ب 64، في ت اس 2 يعني سالب 1 و64 في سالب 1 بسالب 64، كده ت اختفت ولا ما اختفتش؟ ت اختفت، يبقى الحل بتاع دي ده عدد ايه؟ غير تخيلي. تمام يا مستر اكمل؟ يا عم تكمل، اصلي على النبي، انت خلاص خلصت وعرفتها، تكمل تتعب نفسك يعني؟ لا طبعا مش هتكمل. هنا بقول لك 38 كل اعداد الاتيه غير حقيقيه ما عدا، كلهم غير حقيقيين ما عدا مين؟ مين هو الحقيقي؟ قلت له طب ما ثانيه واحده، اولا ده تخيلي غير حقيقي، ده برضه غير حقيقي لان هديك سالب ت، وده كمان غير حقيقي بدل في سالب تحت الجذب بيطلع بت، يبقى ما فيش غير الجميل الامور ده هو ايه؟ الحقيقي. تمام يا شباب، يا رب الناس تكون فاهمه كويس، فاهمين ولا لا؟ لان ده تحت الجذر سالب وده تحت الجذر سالب وده ت تكعيب بسالب ت وانت عارفها، يبقى كلهم دول تخيلي ما عدا مين؟ ما عدا الجميل ده اللي هو اللي انا اصلا ما فكتوش ولا هتعب نفسي لان انا متاكد منه. طب هنا يا شباب رقم 39 بيقول لي 3 زائد 3 ت زائد 3 ت تربيع وهكذا، ما تتعبش نفسك، دي مختصرة، دي ت تربيع بكام؟ بسالب 1، يعني سالب 3، يعني دي بقت سالب 3، سالب 1 في 3 بسالب 3، طب ما 3 راحت مع سالب 3. عندك ت تربيع بسالب ت تكعيب بسالب ت، يعني سالب 3 ت، كنا دي بقت سالب 3 ت، لان ت تكعيب بسالب ت مضروبه في 3 يبقى سالب 3 ت. طب ما سالب 3 ت يا استاذ و3 ت بالموجب راحوا مع بعض، طب ما فيش حاجه بقت يا استاذ، يبقى الناتج هيكون ايه؟ صفر. تمام، يا رب تكون فاهمين، ويلا بينا نكمل باقي المسائل بتاعتنا. هنا يا شباب معانا اخر مسالتين في الجزء بتاع الاختيار المتعدد، بيقول لي 3 في 3 ت في 3 ت تربيع في 3 ت تكعيب. قلت له بص يا سيدي، انت تاخدهم واحده واحده والاختصار اختصر، ومالوش اختصار سيبه. 3 ملهاش اختصار، يبقى 3 في 3 ت، والله ال 3 ت اخرها كده يا سيدي، في ت تربيع بسالب 1 في 3 بسالب 3، لان ت تربيع بسالب 1، في ت تكعيب بسالب ت في 3 بسالب ت 3 ت. حلو جدا جدا جدا، كده تاخدني واحده واحده على كد عالي، 3 في 3 3 في سالب 3 كده، تعالى تحت يا عم الواسع شويه ولا نكمل، 3 في سالب 3 كده معاك سالب 9، كده سالب 9 مضروبه في 3 ت في سالب 3 ت كده اديك سالب 9 ت تربيع، سالب 9 ت تربيع، واخدك واحده واحده وانا واحده واحده، ت تربيع بكام؟ بسالب 1، سالب 1 في موجب 9 يبقى سالب 9، يبقى اديك موجب 9، كده اصبح معاك سالب 9 في موجب 9 الناتج هيكون سالب 81. تمام يا شباب، يبقى الناتج سالب 81. باللي بعد بيقول اذا كان الف وباء وجيم ودال الاعداد صحيحه متتاليه، يعني ايه متتاليه؟ يعني ورا بعض، يعني زي 1 2 3. تمام، بيقول لك فان ت اس الف ت اس ب ت اس ج ت اس د. قلت له يا مستر انت مش لسه قايل لي متتاليه؟ قال لي ايوه. قول له خلاص افرض الالف بواحد يبقى الباء باثنين يبقى الجيم بثلاثه يبقى الدال باربعه، صح؟ يبقى كاني بقول لك هات لي ت اس 1 زائد ت اس 2 زائد ت اس 3 زائد ت اس 4، فاهم؟ مش اعداد متتاليه. وقعد قال لك لا يا مستر لا 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 مش هاخد انا الواحد، انا هاخد 5 6 7 8 براحتك، بس احنا خدنا ليه الواحد؟ عشان سهل، 1 2 3 4 انف، يعني كفايه كده. تعال نكمل، ت تربيع بسالب 1 اهو، هنا ت تكعيب بسالب ت، يعني كده بقول لك ت ناقص 1 ت تكعيب بسالب ت ناقص ت
زائد واحد. بص يا سيدي، سالب واحد وواحد راحوا، سالب ت وت راح، يبقى الناتج هيكون كام في النهايه؟ هيكون صفر. وكده كل سنه واحنا طيبين، خلصنا حل اسئله الاختيار المتعدد. يا رب الناس تكون فاهمه كويس كويس جدا جدا. كده احنا جبنا كل الافكار، وان شاء الله في حل الاسئله المقاليه في الجزء الثاني هنجيب كل باقي الافكار لو في افكار سايبينها. يا رب كل الناس استفادت من الشرح، وباذن الله يكون شرح بسيط وسهل ومبسط باذن الله. ما تنسوش سايب لكم جروب التليجرام في صندوق الوصف. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، طبعا في تحدي جديد في الرياضات، وباذن الله باذن الله باذن الله ما تشغلش بالك بالامتحان، انت ذاكر واعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله. على خير حبايبي الشطار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.